بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مهندس مصطفى صالح، معيد في كلية هندسة جامعة قناة السويس. اشتغل معاكم كورس تصميم منشآت المعدنية 1. أول حاجة هبدأ المحتوى بتاع الكورس. أول حاجة إنك أنت تتعلم إزاي ترص المين سيستم بتاعك، إزاي تغطي قطعة أرض وترسم لوحة جنرال لاي أوت لما يكون المين سيستم بتاعك تراس سيستم. تاني حاجة حساب الأحمال واللود كيسز واللود كومباينيشن اللي احنا هنعمله، اللي هنصمم على أساسه الممبرز بتاعتنا، أحمال بقى ديد لود، لايف لود، ويند، سيزميك، أيا كان أي نوع الأحمال. تالت حاجة هنشتغل structure analysis، هنستخدم الساب فيه، يعني هنشتغل موديلنج على الساب، نطلع منه داتا شيت محترمة للود كومباينيشن نصمم على أساسها التراس ممبر بتاعنا. رابع حاجة هنتعلم ازاي نصمم الممبر اللي عليه تنشن. خامس حاجة الممبر اللي عليه كومبريشن. سادس حاجة ارجع تاني واعمل structure analysis، بس بدل ما استخدم الساب لا هستخدم طرق مانيوال افتكر بيها، افتكر الشغل بتاع structure 1 و structure 2، اقطع ازاي واعزم فين ومش عارف ايه بتاعه، واجيب النود ميثود والبايسكشن ميثود بحيث ان انا اجيب الانترنال فورس اللي موجودة في الايه في الممبر قبل ما اصممه. بدي عليها برضو شوية اكزامبلز حلوة يعني. بعدين اروح للسبيشال لاي اوتس. طبعا اللاي اوت السيمبل اللي هنشتغله فوق ده لا، ده مش هنشتغل بيه، ده مش هيجي وده مش موجود في الدنيا طبيعي يعني. لا هنشتغل سبيشال لاي اوت كيسز بقى مختلفة، ونشوف الانواع المختلفة للاي اوت. بعدين هنعمل ديزاين للكونكشن از بولتد كونكشن، الكونكشن بتاع التراست ممبر اللي بتلم الممبرز، وهنعمل برضو نفس الكونكشن دي از ويلدد كونكشن، مره مسامير ومره يا باشمهندس مره لحام. بعدين هنشتغل اكسنتريك كونكشن، كونكشن معينه اللي هي شايله الكرين وديو تو تورشن، اكسنتريك كونكشن ديو تورشن، ودي مسمينها تايب 1 كونكشن، وهنشتغلها بولتد ومره ويلدد، مره مسامير ومره لحام. وبرضه هنشتغل نفس الكونكشن دي، بس بدل ما تكون عامله تورشن هتكون عامله مومنت، وهنسمينها تايب 2 كونكشن، هنستخدمها مره مسامير ومره لحام. طبعا كل التوبكس دي دول 11، ال11 دول كل واحد فيهم هتلاقي معاه من 3 ل 4 فيديوهات، كل فيديو تلت ساعه. تشتغل على الفيديو ومعاك الماتيريال، هتحملها هتلاقيها تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو، هتلاقي الماتيريال بتاعه الكورس ده كله موجود عندك، هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. الماتيريال هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن PDF، هي عبارة عن PDFات زي دي كده من 1 ل 12، هتحملهم وتشتغل مع الايه، تشتغل مع الكورس يعني. طيب انا هبدأ برضو، مش هنضيع وقت ونقعد نتكلم في النظري والكلام ده، لا احنا هنتكلم على اول حاجة الجنرال لاي اوت. يبقى دلوقتي النهاردة هنشتغل اول حاجة على طول جنرال لاي اوت اللي هو السكشن الاول. طيب ال11 توبيك دول والفيديوهات دي انا عملتها قبل ما اعمل الفيديو الانترو ده، يعني قبل ما اعمل الفيديو ده انا كنت مخلص الباقيين وخلصت مع دفعة 2019 كل الفيديوهات الباقية، بحيث ان لو اي نقطة ضعف وقعنا فيها او نسيناها اعرف اغطيها منين في الفيديو بتاع الانترو ده. هنشتغل دلوقتي مع بعض جنرال لاي اوت. طيب يعني ايه جنرال لاي اوت؟ سيادتك هتدخل وهتحمل البي دي اف بتاع جنرال لاي اوت. جنرال لاي اوت معنى صح اللاي اوت ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من 4 حاجات. اول حاجه المين سيستم او التراس بتاعي، تاني حاجه السكندري بيم اللي هي البيرلين بنسميها البيرلين، وتالت حاجه البريسنج سيستم وده النظام اللي بيثبت التراسز بتاعتي لمقاومه الاحمال الثانويه زي الرياح وهكذا، والايه والاند جيبل. طيب احنا مش فاهمين اي حاجه من الاربعه دول، مش مهم كمل معايا اشتري مني. تعال نبدا اول حاجه بالمين سيستم. هندسه هو يعني ايه لاي اوت اصلا؟ هو لاي اوت ده معناه ان انا عندي ارض وعايز اغطيها، عندي ارض بي في ال، ارض مستطيله، ارض وعايز اعمل مصنع، انا عايز يا باشمهندس اعمل مصنع. فمعنى ان انا عايز اغطي الارض دي، فزي ما انت اخدت قبل كده في اي حاجه او اللوجيك، انك انت لو انت عندك طول قصير وطول طويل، فلما بتيجي ترص المين سيستم بتاعك او بتيجي ترص الفريم بتاعك او اللي هيشيل، بترصه في الاتجاه ايه يا باشمهندس؟ في الاتجاه القصير، لان الحمل بيمشي موازي للاتجاه القصير. فهتبدا انك انت ترص المين سيستم بتاعك في اتجاه اللي هو بتاع الايه يا باشمهندس؟ بتاع البي.
نرص الايه يا باشمهندس؟ المين سيستم اللي هو التراس بتاعي في اتجاه البي، اللي هي الكاميرات الرئيسيه، المين، الكاميرا المين، وعمودي عليها احط الكاميرات الايه السكندري. انت اخدتها بقى في الفرمات الخرسانه دي، تحط عليها الكاميرات الايه السكندري، بعدين من فوق اقوم صابب بلاطه خرسانه. الكلام ده لو انت كنت شغال حاجه خرسانه، فاهم؟ طيب دلوقتي انا لا، انا ممكن احط المين سيستم بتاعي اللي هو التراست سيستم بتاعي اهو في الاتجاه القصير، وبعدين اقوم رايح حاطط عليه عمودي عليه حاجات اسمها بيرلين سكندري بيم، حاجات رؤية قوي، كاميرات ثانويه رؤية قوي، بحيث ان هي تشيل سقف رؤية قوي اللي هو ايه السقف صاج، حاجه صاج، عارف انت الصاج ده اللي هو التغطيات الصغيره الكوريجيتد شيت ده. طيب قال لك يا باشا انت عشان يبقى عشان توصل لايكونوميك سيكشنز لازم ترص في الاتجاه القصير، دي خلاص احنا عارفينها مفيش مشكله. طيب الرص بتاعي بقى يكون على مسافات قد ايه؟ ما انا هرص كده في اتجاه البي بس، بس ماشي عمودي على الايه على ال، يعني احط هنا اهو ادي مين سيستم، بعدين بعديه، بعدين بعديه. السبيسنج بتاعي كام؟ السبيسنج من 5 ل 8 متر. السبيسنج بتاعي بناخده من 5 لكام يا باشمهندس؟ ل 8 متر. ممكن يكون 5، 5 ونص، 6، 6 ونص، 7، 7 ونص، 7 و6 من 10، براحتك ايا كان، بس من 5 ل 8 متر. هو يكون بالمنظر ده اهو، هو ده البي بتاعي وده ال، وبدأ ان هو يرص الايه المين سيستم بتاعه التراس بتاعه اهو يرص، ودي السبيسنج من كام؟ من 5 ل 8 متر. طيب هو السبيسنج ده يا باشمهندس عباره عن ايه؟ عباره عن عمود وعمود وترس ما بينهم، عمود وعمود وترس ما بينهم. طيب العمود ده شكله عامل ازاي؟ العمود ده اي بي اي، العمود ده اي بي اي يعني عمود، او ايا كان اي شكل، ايا كان شكل العمود. طيب العمود لما انا اجي احطه، احط اي بي اي بالشكل ده يا باشمهندس، يعني احطه بالشكل ده ولا احطه بالشكل ده؟ تلاقيني عامل على ده صح وعامل على ده غلط. ليه؟ لان الحمل بينتقل في الاتجاه الايه الهوريزونتال ده، فمحتاج ان هو يقابل ايه، يقابل انيرشيا عاليه، فالانيرشيا في اتجاه الاكس هتلاقيها اعلى من الانيرشيا في اتجاه الواي، انما هنا لا هتلاقيك بتقابل الويب على طول، وهنا لا اروح اقابل الفلانج. اهي الفرنشة في اتجاه الانيرشيا في اتجاه الاكس اعلى في اتجاه الواي. يبقى وانا برص هرص المين سيستم ازاي بتاعي؟ احط العمود نايم كده، هو العمود نايم كده وما بينهم مين سيستم، وابدا ايه يا باشمهندس اكرره بسبيسنج كام؟ بسبيسنج من 5 ل 8. ده كده اول قصيده ان احنا بنشوف اول حاجه المين سيستم. طيب ده شكل بقى المين سيستم، اجي ابص ده في البلان، ابص عليه كده في الاليفيجن شكله عامل ازاي اهو. ادي العمود يا باشا اللي انت حطيته بالايه بالاي نايم اهو، اهو نايم، ادي خط وادي خط، ادي الخط بتاع الاي من هنا والخط بتاع الاي من هنا من الجنب التاني. طيب وهنا ما بينهم المين سيستم، بص شكله حرف الان، شايف المين سيستم حرف الان؟ اه يبقى ده اسمه ان تراس، يبقى ده اسمه يا باشمهندس ان تراس. ليه هو في حاجات تانية؟ اه في دبليو، لقيه نازل كده بعدين طالع بعدين نازل بعدين طالع، يبقى ايه اسمه دبليو. لا خلاص خلينا في الان، مش فارقه كتير، بس الان ده مريح. ليه؟ لان كل الممبرز دي بتكون تنشن، وهو الاستيل يا باشمهندس حلو في التنشن ولا في الكمبريشن؟ يبقى انا من مصلحتي ان انا اخلي ممبر عندي تنشن زياده ولا كومبريشن؟ طبعا تنشن، الحديد شغال في التنشن، انما خرسانه في الكومبريشن. لو عندنا حاجه فرانديل او تراس خرسانه بنسميه فرانديل، بنشتغل في الاتجاه الثاني اللي هو الايه الكومبريشن اللي بيشيل الخرسانه. الهري ده ماليش علاقه بيه، انا شغال في ستيل. طيب شكل التراس بتاعي اهو، ايه يا عم اللي تحت ده؟ المسافه بين الارض لغايه بطن التراس من تحت اسمها الكلير هايت، ده النظيف، ده النظيف يا باشمهندس اللي انا عايزه، اللي انا عايز التريلا تمشي جوه، اللي انا عامل مصنع جوه يكون ده الكلير هايت بتاعي، اللي انا هركب عليه السقف المعلق معماريا والاضاءه والكلام ده، ده الكلير هايت بتاعي. طيب شكل التراس هو عباره عن ايه؟ قال لك هو عباره عن باكيات بانلز، عرض الباكيه الواحده اسمه ايه؟ عرض الباكيه الواحده يا باشمهندس اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ طيب وارتفاعها اسمها ايه؟ على ارتفاع اول باكيه اسمه اتش سمول، ارتفاع اول باكيه اسمه يا باشمهندس اسمه اتش سمول. طيب وارتفاع الباكيه اللي في النص اللي هي في الابكس، نقطه الابكس، نقطه اختلاف الميلين، اسمها اتش كابيتال، تمام. وعندي زاويه الميل بتاعه الدياجونال دي اسمها الفا. طيب يبقى دلوقتي تعالى نرجع، عندي اول حاجه كلير هايت، تمام، وده بيحدده لك المعماري، وبعد كده اهو ما بيحددلكش اي حاجه خالص تاني، بيحدد لك البي، انت بقى براحتك كانشائي في الجزء اللي فوق ده. اول حاجه عندي ارتفاع اول باكيه اسمها اتش سمول، عرض البانل الواحده اسمها ايه، ارتفاع الباكيه اللي في النص اسمها اتش كابيتال، الميل اللي فوق ده واحد لاس او زد الواحد او واحد لزد ايا كان، واحد للسلوب. يعني ايه واحد للسلوب؟ يعني واحد ل 10، يعني لو الزد دي ب 10 تبقى ب 10، يعني معنى كده انك انت كل ما بتمشي 10 متر بتطلع كام يا باشمهندس؟ تطلع 1 متر. يعني لو كان السبان ده 20 يبقى انا دلوقتي مشيت 10 لغايه النص، طلعت كام؟ طلعت 1 متر. يبقى الاتش كابيتال هي عباره عن ايه؟ اتش سمول زائد الايه يا باشمهندس؟ زائد الحته اللي انت ايه يا باشمهندس زدتها. طيب ايه يا عم الالفا دي؟ الالفا دي زاويه ميل اي ممبر دياجونال، دي الالفا.
في الستيل تفضل ان الالفا زاوية ميل اي منبر ما تزيدش عن الستين وما تقلش عن التلاتين، تكون محصورة ما بين التلاتين للستين. ايه يا باشمهندس درجة؟ طيب ايه اسماء المنبرات؟ قال لك شاف التراس اللي شكله قدامك ده، قال لك شاف الخط اللي فوق ده كله سموه الابر كورد، طب الخط اللي تحت ده سموه اللور كورد، طب الخط المايل دياجونال، طب اللي واقف ده، اللي واقف ده سموه الايه؟ الفيرتيكال. طب لما اجي اكتب الابعاد على المين سيستم ده بكتبها ازاي؟ بقول ان، ايه الان دي يا باشمهندس؟ الان دي عدد الباكيات، 1 2 3 4 5 6 7 8 مثلا، يبقى عندي 8. 8 في كام؟ 8 في ايه؟ يبقى 8 ولتكن الاي دي ب 2، يبقى 8 في 2 بكام؟ ب 16، يبقى اكتب 8 في 2 بتساوي 16 متر. طيب يبقى دلوقتي ما بكتبش البي 16، لا بكتب 8 اللي هي عددها في الاي. طيب الاي دي اجيبها منين يا باشمهندس؟ لا الاي دي بقول لك انت الانشائي، انت اللي بتفرضها، انت اللي بتصمم الشكل بتاعك. يعني ايه اصممه؟ يعني الاي دي تتراوح ما بين 1.5 ل 2 متر. ليه يا باشمهندس؟ لان انا هحط فوقيها السكندري بيم هندسه، انا هحط فوقيها الايه؟ السكندري بيم اللي هي تمشي في الاتجاه التاني ده، فتقسم لي المسافه اللي هي ما بين السكندري بيم وما بين الايه وما بين المين سيستم، تعمل لي باكيات صغيره تمشي البلاطه وان واي، لو اشتغلت سوليد سلاب تمشي وان واي، فايه فانا هحط عليها شيت صاج خفيف يغطيها بدل ما اصب خرسانه، فتبقى ماشيه وان واي وما تقرفنيش، تبقى حاجه بسيطه يعني. طيب الكلام ده فات لاوانه يعني. طيب تعالى بقى نرجع لشويه خواص كده. اول حاجه السبيسنج بفكرك بيه، السبيسنج ما بين التراسز من 5 ل 8 متر، السلوب بتاعي اللي هي زد الواحد اللي هو السلوب ده قلت لك هو بيبدا من 5 لغايه 20، من 5 لغايه ايه يا باشمهندس؟ 20، ممكن يبقى 10، ممكن يبقى 15، ممكن يبقى 12، ايا كان يعني، ايا كان اللي تفرضه، بس متعارف عليه هو 10 لواحد، اللي هو كل ما بتمشي ايه يا باشمهندس؟ كل ما بتمشي 10 بتطلع واحد، هنا كل ما بتمشي 5 بتطلع واحد، 20 لواحد يعني كل ما بتمشي 20 بتطلع ايه؟ واحد. طيب ايه البانل لينس ده؟ يعني ايه؟ مش ده الايه يا باشمهندس؟ ده الايه، دي الايه دي عرض البانل الواحده اللي هي قلنا هي بتتراوح من 1.5 لكام؟ ل 2. طب الانجل ما بين التراسز زي ما قلت لك الزاويه الالفا دي هي من 30 لكام؟ ل 60 درجه. بعد كده ايه يا عم الدبس اوف ذا تراس ات كولم؟ الدبس الارتفاع ده. طيب مبدئيا يا باشمهندس هو لو فاكر انت زمان ايام ما كنا شغالين فرمات خرسانه او كنا شغالين سيمبل بيم، كنا بنقول لو احنا عايزين نجيب الدبس بتاع الكاميرا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول السبان على كام يا باشمهندس؟ على من 12 ل 16. كنا بنقول السبان على كام يا باشمهندس؟ على من 12 ل 16. يبقى انا ممكن اجيب الاتش اللي في النص اللي عند الابكس اللي هو الارتفاع ده اللي هو عباره عن السبان بتاعي اللي هو البي بتاعتي اللي هي مثلا ب 16 متر، على من 12 لكام؟ ل 16، على من 12 ل 16. تمام. طيب كده انا جبت الاتش فين؟ الاتش هنا، الاتش هنا. اطرح منها كام يا باشمهندس عشان اجيب الاتش سمول دي؟ اطرح منها كام؟ اطرح من الاتش دي كام عشان اجيب الاتش سمول؟ اطرح منها شايف المثلث ده كده اهو، اطرح منها الارتفاع الحته الصغيره دي اللي هي ايه؟ اللي هي ايه يا باشمهندس؟ اللي هي جت نتيجه السلوب بتاعي، اللي هي جت نتيجه السلوب بتاعي. يبقى معنى كده ان الاتش سمول دي هي عباره عن اتش كابيتال ناقص حاجه، ناقص حاجه جت نتيجه السلوب، هي عباره عن اتش كابيتال ناقص حاجه جت نتيجه السلوب. يبقى الاتش سمول هي عباره عن اتش كابيتال ناقص ايه يا باشمهندس؟ ناقص الطول ده مضروب فين في الاسلوب؟ الطول ده مضروب، الطول ده قد ايه؟ هو البي على الاثنين، ده كله بي، يبقى النص التراس هو بي على الاثنين مضروب في الاسلوب اللي هو واحد على زد او واحد على اس ايا كان مسمى الاسلوب بتاعك. يبقى هو الاتش هي عباره عن اتش كابيتال ناقص البي على الاثنين مضروبه في الاسلوب بتاعي. طيب لو طلع الرقم ده اقل من 1.25 اخده بكام؟ ب 1.25. لو طلع اقل من 1.25 اخده بكام يا باشمهندس؟ اخده ب 1.25، لان هو الاتش مينيمم بتاعتي ب 1.25 عشان تحافظ على الزاويه الالفا دي ما تعديش الكام؟ ال 60 وما تقلش عن ال 30. ده كده شويه خواص لازم تكون عارفها عن الايه؟ عن التراس، ودي اللقطه اللي انا بقول لك عليها عشان تظبط الزاويه. طيب ازاي ارسم مين سيستم؟ اول حاجه بيقول لك احسب الاتش، هي عباره عن البي على 12 ل 16، يعني بي على 12 وتطلع رقم، وبي على 16 وتطلع رقم، وتاخد رقم صحيح ما بينهم او ايا كان اللي انت عايزه يعني. بعدين تحسب الاتش سمول، هي الاتش ناقص البي على الاثنين في الاسلوب بتاعك ولا يتعدى 1.2. بعدين تحسب عدد الايه الباكيات بتاعتي، ما انت هتفرض ان الايه ب 1.5 او 2 او 1.8 او 1.7 او 1.6 ايا كان، بس يبقى طلع عدد الباكيات بتاعي الان بتاع عدد الباكيات دي، عدد الباكيات دي يا باشمهندس، عدد الباكيات دي يكون عدد زوجي بحيث ان هو يكون سيمتري، عشان لما تيجي تصمم تصمم النص ده بس، ما تصممش النص ده والنص ده، ما انت لو هو سيمتري اصمم النص ده بس، لو هو مش سيمتري هتلبس الاثنين.
فاحنا هنخلي عدد الباكيات ايه يا باشمهندس؟ زوجي، تمام. وتتاكد ان الالفا بتاعتي لا تتعدى من 30 ل 60. هتقول تان ماينس 1 اتش على ايه؟ تان الالفا دي هي عباره عن ايه؟ اتش على ايه؟ تان الالفا دي اتش على ايه؟ ما دي ايه ودي ايه ودي ايه؟ يبقى هنشوف اصغر واحده، اصغر الفا فيهم واكبر الفا فيهم. اتش على ايه؟ اتش على ايه؟ تمام؟ يبقى اتش سمول على ايه؟ واتش كابيتال، ممكن نجيب الالفا دي مثلا، الالفا دي مثلا اتش كابيتال على ايه يا باشمهندس؟ على ايه؟ اتش كابيتال على ايه؟ اتش سمول على ايه؟ واتش كابيتال على ايه؟ والاثنين يكونوا ما بين ايه يا باشمهندس؟ ما بين ال 30 وال 60. وبكده اكون ايه؟ جهزت المين سيستم بتاعي. طيب ايه يا عم الراجل ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك امتى استخدم ان تراس، او ايه الفرق ما بين الان تراس وايه الفرق ما بين الدبليو تراس؟ ده كلمتك فيه من شويه، وان الان تراس ده بيجيب لك ممبرز تنشن اكتر من الدبليو تراس، بيجيب لك ممبرز كومبريشن. طب ازاي يعني؟ لو اعتبرت ان التراس ده سيمبل بيم، فتلاقي المومنت بتاعه نزل لتحت. لو انت اخدت مماس للمومنت من الجنب ده، ده نص التراس، خد مماس للمومنت من الجنب ده هتلاقيه موازي للممبرز، تلاقي يبقى الممبرز الموازيه للمماس تكون تنشن، الممبرز الموازيه للمماس تكون ايه؟ تنشن. طيب برضو لو انت اخدت مماس من الجنب ده هتلاقيه برضو موازي للايه؟ للمومنت، تبقى ايه برضو يا باشمهندس؟ تبقى تنشن. طيب على النقيض فين؟ في الدبليو تراس. الدبليو تراس اهو نازل طالع نازل طالع نازل طالع. تعال ارسم تحت مومنت كان هي سيمبل بيم، وخد مماس اهو، خدنا مماس، الممبر موازي لمماس هو تنشن، طب العمودي على المماس كومبريشن اهو، طب الموازي لمماس تنشن، يبقى عندك واحد تنشن واحد كومبريشن، واحد تنشن واحد وهكذا. طيب ده كده يخليني اختار ايه؟ يخليني ان تراس. طب امتى اروح للدبليو تراس؟ والله عندي حاجه معماريه عندي بتاع، يبقى ايه اروح للايه؟ للدبليو تراس. طيب تاني نقطه خلي بالك بفكرك معايا، ان انا لسه دلوقتي خلصت اول نقطه وهي المين سيستم، تعال نروح لتاني نقطه اللي هي البيرلينز. المين سيستم ان انا رصيت بالمنظر ده، ما حطيتش الايه؟ السكندري بيمز ليست. تعال بقى نروح نحط اللي هي يا باشمهندس، تعال نروح نحط السكندري بيم اللي هي المدادات، المدادات البيرلينز. البيرلين هو قطاع يو بي ان تشانل كده، قطاع تشانل حرف سي كده اهو، تمام، بيكون شايل من فوق الكورجيتد شيت او الايه التغطيه بتاعتي السقف الصاج، وساند على الابر كورد اللي هو بتاع الايه بتاع التراس المين سيستم. المسافه بين البرلين والتانيه زي ما قلنا من شويه من 1.5 ل 2 متر، اهي من 1.5 ل 2 متر. بعد ما رص المين سيستم اهو، تمام، قام حط ايه عمودي عليها البرلينز بتاعتي، بتكون فوق كل باكي، كل بانل بيكون فوقيها ايه برلين، كل بانل فوقيها ايه برلين، كل بانل بيكون فوقيها برلين. طيب انت بتفرضها مبدئيا، احنا بنعمل جنرال لاي اوت بتفرض قطاعات وبنروح نشيك عليها في الديزاين. بنفرض اليو بي ان دي بتكون يو بي ان 160، ده طبعا يو بي ان ده اسم القطاع اللي هو التشانل ده، 160 او 180. طب ايه يا عم الشكل ده؟ ده الانجل دي البيرلين دي متسنده سنده على ايه يا باشمهندس؟ متسمره تحت في الابر كورد وسنده على سيت انجل، سيت انجل، ومن فوق في مسمار رابط الايه الكورجيتد شيك. مش مهم الايه الكونكشن دي، هنروح لها في الاخر خالص واحنا بنشطب كده الماده، هتلاقي الايه الكونكشنز اللي هي التفاصيل دي موجوده بقى، وازاي تصمم المسمار ده والمسمار ده والمسمار ده خلينا دلوقتي بس ايه نتعلم ازاي نرسم الاول، وبعد كده نشوف اللي جاي ده. يبقى اليو بي ان 160 ده ارتفاعه 160 مللي، يو بي ان 180 افرضه اللي انت عايزه، مفيش مشاكل. طيب بعد كده يا باشمهندس نروح للنقطة التالتة اللي عندنا، وهي البريسنج سيستم. هو ايه البريسنج ده؟ هو انا يا باشمهندس مش ممكن بعد ما ارص المين سيستم كده واحط فوقيه المدادات يجولي شوية هوا من هنا يقوم كومين لي كل المنظر ده على الارض، صح؟ اه ممكن تزق زقة من هنا كده وتلاقي كل ده اتكوم على الارض، مفيش حاجة ايه، مفيش حاجة ربطهم ببعض، مفيش حاجة ربطهم ببعض عشان تقاوم الحركة الايه الافقية، مفيش حاجة ربطهم عشان تقاوم الحركة في الان بلان والاوت اوف بلان، تمام. يبقى انا هعمل ايه؟ اول حاجه حاجه اسمها هوريزونتال بريسنج. ايه الهوريزونتال بريسنج ده؟ ده بيربط المين سيستم من فوق ببعض، ده بيربط المين سيستمز كلها من فوق ببعض، اهي اهو شايف ان انا بعد ما رصيت كده قمت مربطهم ببعض. طيب تاني حاجه عندي حاجه اسمها الفيرتيكال بريسنج، ده ده في المكان اللي فيه هوريزونتال بريسنج بقوم حاطه عشان ينقل بقى الحمل، ما هو الحمل بتاع الرياح ضرب جه في الايه في الهوريزونتال بريسنج، اما الهوريزونتال بريسنج واخده نقله للايه يا باشمهندس؟ لحاجه اسمها الفيرتيكال بريسنج اللي هو بدوره ينقله للاعمده، والاعمده تنقله للقواعد، وكده انت نقلت الحمل الثانوي بطريقه سيف يعني. طيب المسافه يا حبيب قلبي اللي بتحط عليها
الهوريزونتال بريسنج والفيرتيكال بريسنج هي من 25 ل 30 متر، يعني المسافه ما بينهم دي يا باشمهندس ما تزيدش عن من 25 ل 30 متر. يعني لو هي 24 مفيش مشكله، لو هي 26 مفيش مشكلة. طب لو هي مثلا 26، لا حط واحد ايه، خليها ايه، خلي المسافه دي تكون اقل من 25 متر، المسافه دي تقل من 25 متر. ده بحط واحد في الاول واحد في الاخر، وبعد كده ايه شوف المسافات اللي جوه محتاج واحد في النص ولا لا. طب ليه بنحط واحد في الاول واحد في الاخر؟ ما انا ممكن احطه من هنا وخلاص. قال لك اه، بس انا احط واحد في الاول واحد في الاخر عشان مبدئيا لو انا عايز اعمل اكستنشن واعمل زياده للايه للمصنع بتاعي باكيتين ولا حاجه، يكون عندي ايه من سيستم مرصوص، ما يكون عندي ايه بريسنج موجود، ما تحطهوليش هنا اهو واجي انا احط بعد كده من سيستم تاني واعمل بيرلينز الاقي عندي باكيتين مفيش، واعمل واحد تالت اضطر ان انا اعمل واحد تالت عشان اعمل ايه بريسنج، او تكلفني بريسنج تاني اعمله عشان الايه الجديده، فاهمني؟ طيب يبقى انا بحط واحد في الاول واحد في الاخر، وبعدين اشوف في النص هعمل ايه. طيب بص الحته دي اللقطه دي بيقول لك لو كان عدد الباكيت ليس زوجي، لا لا هو قصده غلط، هو زوجي كله، يعني هم كلهم مثلا 10، هم 10 باكيات بس في الجنب ده جالي 5 يا باشمهندس وفي الجنب ده جالي 5. بيقول لك لو النص الواحد ده ما كانش زوجي اعمل ايه وانا بحط البيسك؟ ما انا بحط اكسات كده، ونفس القصه ان الالفا بتاعت الاكسات دي، الالفا دي من 30 ل 60، اعمل ايه؟ قال لك خلاص هتاخد تلات باكيات مع بعض، بعدين باكيتين مع بعض، يبقى البريسنج ده انا كنت باخد دايما باكيتين باكيتين باكيتين، او تلاتة 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 مفيش مشكلة، تلات باكيات مع بعض، بحيث ان الزاوية دي ما تكونش كام يا باشمهندس، ما تكونش من 30 ل 60، ما تكونش اقل من 30 واكتر من 60. طيب في حالة ان انا عندي زوجي ولو اخدت كده ادي اتنين بعدين ادي اتنين بعدين ادي واحدة لوحدها، لا مش هينفع، خلاص اقول اخد تلاتة بعدين اتنين. طب اخد التلاتة لجوه ولا الاتنين لجوه؟ يعني ابدا اخد الم باكيتين مع بعض بعدين التلاتة دول اجمعهم، ولا زي ما انا عامل كده؟ لا قال لك زي ما انت عامل كده. ليه يا باشمهندس؟ لان الحمل بينتقل من فوق لغايه تحت، فالحمل تحت شايل نفسه الشايل اللي جاي له من فوق، فضيق اضيق المسافه عشان تشيل ايه اكتر. ده طبعا كل ده يظهر معانا في الايه في الاكزامبل الفيديو الجاي، وهيظهر معاك وانت بتحل. ده بقى الفيرتيكال بريسنج اللي انا كنت بحكي معاك فيه، اللي هو ظهر ايه يا باشمهندس هنا؟ ظهر هنا منقط، اللي ظهر باكسات ده الهوريزونتال، طب اللي منقط ده الفيرتيكال بريسنج، ده الفيرتيكال بريسنج، وطبعا هو بيتحط في نفس الاماكن اللي فيها الهوريزونتال بريسنج. طيب هو بيكون شكله عامل ازاي؟ هو بيكون اكسات برضو، اكسات برضو كده اهو، والزاويه من 30 برضو الاي سي تي، ممكن يبقى فيه 8 7 كده من فوق، اه منبر واحد كده مفيش مشكله، بعدين ينقل ايه من بس تكون الزاويه من 30 سي. ممكن اعملها كده اهو اكس كده اهو بعدين اكس ثانيه، اشكال كتير جدا ما فيهوش اي مشاكل خالص نقل الاحمال، بس بشرط ان الزاويه تكون من 30 ل 60. طيب ايه يا عم ده كده نوعين للبريسنج، اول نوع هو الهوريزونتال بريسنج اللي انا شايفه فوق، تاني نوع اللي هو بين العمدان اللي بين العمودين اللي انا عملت عندهم هوريزونتال بريسنج، يبقى انزل بفيرتيكال بريسنج. طب ايه النوع التالت؟ قال لك لونجيتودينال بريسنج. اللونجيتودينال بريسنج ده بيزود تحزيمه الايه، تحزيمه المصنع بتاعي في الاوت اوف بلان، لو لا قدر الله ضرب هواء المصنع من الوش، ف طبعا صعب جدا لو البريسنج خفيف ممكن ما يقدرش يقاومه، فاضطر ان انا اعمل بريسنج، اعمل قطاع تراس، دي صعبه شويه ولكن حلوه، اعمل قطاع تراس. بص يا باشمهندس اعمل قطاع تراس عمودي على عمودي على الايه، عمودي على المين سيستم، اعمل تراس عمودي على المين سيستم اهو، واحد هنا واحد جنبي هنا واحد جنبي تالت، بحيث ان المسافه ما بين كل لونج بريسنج ما تقلش عن كام يا باشمهندس؟ على 8 متر، ما تقلش عن 8 متر، او ممكن ناخدها اه ما هي الماكسيم بتاع 8 متر، ما تقلش عن 8 متر. طيب وهي تبان لي في الاليفيجن ازاي؟ تبان لي خط منقط، بص اهو اهو، طبعا كل ده بالتفصيل هنعمله، انا بس ايه بنفتح بس مجالات للكلام. تبان لي خط منقط ده كده اهو، ده اللونج بريسنج وده اللونج بريسنج اهو، ده اللونج بريسنج. طيب اهو بص يبان لك من هنا كده اهو خط منقط راسي. طب ايه يا عم اللي فوق ده؟ ده ايه يا باشمهندس؟ ده الهوريزونتال بريسنج، ده اللي هو خط منقط لفوق ده، ده الهوريزونتال بريسنج. طب ايه يا عم اللي جوه العمود ده اللي ورا العمود ده؟ ده الفيرتيكال بريسنج، ده الفيرتيكال بريسنج. فالرسمه دي بتوضح لك شكله في الاليفيجن، الرسمه دي بتوضح لك شكله فين؟ في ال 3 دي. طب ارسمه فوق ازاي يا هندسه؟ ارسمه في البلان ازاي؟ هو موجود في الاماكن بس اللي فيها ايه؟ يعني هو ترص ماشي كده، بس التمانية او السبعية بتاعته دي موجودة في الاماكن اللي فيها الايه؟ فيها هوريزونتال، فاعمل خط منقط كده اهو هنا، بعدين شويه كده اعمل خط منقط هنا اهو، بعدين امشي شويه واعمل خط منقط هنا، هنشوفه بالتفصيل دلوقتي.
ده ايه بقى يا عم اخر حاجه وهي الاند جيم. ولو افكرك اهم، اول حاجه المين سيستم، تاني حاجه السكندري بيم، تالت حاجه البريسنج سيستم، واخر حاجه هي الاند جيبل. نشوف بقى قد ايه، ماشي باقي معايا 3 دقايق. اخر حاجه هي الاند جيبل. ايه الاند جيبل ده؟ اللي هو البوابه بقى بتاعه المصنع والوش بتاع المصنع، الواجهه بتاعه المصنع. هو عادي، ما هو المين سيستم بتاعي، بس هقفله. هقفله ازاي؟ هعمل حاجه اسمها اند جيرتس، يعني هعمل كاميرات كده اهو، كاميرا وكاميرا تانية، تمام، واعمل شوية طوب، بعدين ازاز، بعدين صاج، طوب ازاز صاج، طوب ازاز صاج، بوابة ازاز صاج، تمام. طب ايه الاعمدة دي يا باشمهندس؟ ايه الاعمدة دي؟ دي اعمدة اسمها اعمدة الاند جيبل. دي اعمدة، مش كل اعمدة كنت بحطها على الطرف، بس الاند جيبل لا، احط له اعمدة فين؟ على الطرف برضو بتاع الارض من الواجهة، وتكون اعمدة واقفة، يعني ده العمود بتاع المين سيستم، لا ده العمود بقى بتاع الاند جيبل، عمودين كده واقفين في اتجاه الايه، في اتجاه الباب بتاعي، عشان يمسكوا عشان يكونوا في اتجاه قوي في اتجاه الايه، الرياح. طيب ده كده اخد مثال وحله على الايه، على المين سيستم. تعال نحل المثال ده، بعدين قبل ما نحل المثال ممكن نروح بس ناخد انواع المين سيستم، بعدين نرجع نحل الايه، المثال اللطيف ده. طيب ايه انواع يا باشمهندس المين سيستم بتاعي؟ انت دلوقتي الدنيا ملخبطه مش فاهم اي حاجه، ركز بس معايا هنوصل. ايه انواع المين سيستم بتاعي؟ قال لك انا عندي حاجه اسمها ان تراس، اللي هو شكله حرف الان اللي انا كنت بحكي معاك فيه فوق، وعندي حاجه اسمها دبليو تراس اللي هو شكله حرف الدبليو كده اهو. طيب بعدين عندي حاجه اسمها ان تراس سب ديفايدد. بص ان تراس كده، بس كل كونكشن في النص، كل شايف الان دي، كل جاي من النص طالع بواحد راسي، بعدين بواحد مائي، واحد راسي بعدين بواحد مائي، واحد راسي بعدين واحد مائي، عمل لك الان تراس اسمه ايه، سب ديفايدد، ان تراس سب ديفايدد. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها دبليو تراس، خلي ده هنا كده، دبليو تراس سب ديفايدد. شايف كل ممبر هنا طلع بواحد بعدين ايه، مائي، طلع بواحد بعدين ايه، مائي، طلع بواحد ممبر بعدين ايه، مائي، ده الايه، السب ديفايدد. طيب ايه الفرق يا باشمهندس بين ان تراس والدبليو تراس والان تراس سب ديفايدد والدبليو تراس؟ انا اتكلمت على ان تراس والدبليو تراس. طيب ايه بقى السب ديفايدد؟ قال لك لو كانت البي، المسافه دي اللي اسمها الايه يا باشمهندس، اللي اسمها البي اللي هو الشورت ايه، الشورت سبان بتاعي، اقل من 28، فكك من 32، مراجع ومراجع، احنا هنشتغل على 28. لو كانت البي اقل من 28 متر، اشتغل ايه يا باشمهندس؟ اشتغل ان تراس عادي او دبليو تراس عادي. يعني لو كان الشورت سبان ده اقل من 28 متر، اشتغل ان تراس عادي او دبليو تراس عادي، على حسب ما انا اديك بقى، على حسب المعماري يقول لك، على حسب ما انت شايف انشائيا انهي افضل، براحتك. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها ان تراس سب ديفايدد. امتى بقى؟ لما خلاص انا هزيد على ال 28، السبان بتاعها هيكبر، عدد الباكيت بتاعها هيزيد، عدد الباكيت بتاعك اخره 14 باكيه، 14 باكيه، والاي بتاعتك بكام يا باشمهندس؟ ب2، يبقى اخرك كام؟ البي بتاعتك بكام؟ اخرك في البي بكام؟ 28. ناس بتقول بتوصل ل 16، يبقى اخرك في البي 32، بس لا خلينا ماشيين على كام؟ على 28. يبقى انت 28 فيما اقل، يبقى انت ان تراس عادي او سب او دبليو تراس عادي. طب لو انت اكتر من 28، يبقى انت شغال ايه يا باشمهندس؟ ان تراس سب ديفايدد. طيب الباكيه في الان تراس العادي كانت من 1.5 ل 2، طيب الباكيه، عرض الباكيه او الايه، البانل بتاعتي في الان تراس السب ديفايدد هتكون من كام يا باشمهندس؟ من 3 ل 4، من 3 ل 4، تمام. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت ال N تراس، ال W تراس، N تراس سب ديفايدد، W تراس سب ديفايدد. بعد كده عندي حاجة اسمها K تراس، مش يعني تعرف بس شكله كده، مش مشاكل يعني. وعندك اللي هو البارل ايه، البارل كورد اللي هو شكله كده هو معماريا مش ملتزم بايه، بكلير هايت، كلير هايت بتاعه متغير برضه تعرفه. وبعد عندي برضه الايه، الفينك تراس برضه تعرفه كشكل، بس احنا هنشتغل على ايه يا باشمهندس؟ هنشتغل على اول 4، اول 4 دول هنشتغل عليهم باذن الله في الترم، انما دول برضو ايه، تعرف ايه اشكالهم، وبنفس الطرق برضو بتتحل، يعني هنا برضو بيحط البيرلين وبيحط الصاج وكل حاجة. طيب تعال نروح بسرعة لمثال، وبعدين نعمل مثال بالتفصيل. ناخد مثال اول حاجة على ان تراس عادي، الارض بتاعتي بيقول لك ارسم لي لي اوت الارض بتاعتي 28 في 50، استخدم ان تراس، وبقول لك ان الكلير هايت بتاعي ب 8 متر، وبقول لك ان السلوب بتاع الكورد، الكورد سلوب بتاعي بكام؟ ب 15، يعني 1 ل 15. اول حاجه هنعملها زي ما قلنا، هنجيب الاتش اللي هي نقطه اختلاف الميول، اللي هي الابكس، الارتفاع ده اللي هو الاتش، بعدين اجيب الاتش سمول بتاعي، بعدين افرض الاي بتاعتي واشتغل.
طيب اول حاجه هجيب الاتش كابيتال اللي هي عباره عن البي اللي هو الشورت سبان بتاعي اللي هو ال 28 على من 12 ل 16. 28 على 12 فيها 2 و3، 28 على 16 فيها الواحد 75. اختار رقم ما بينهم هو 2 و3 من 10 متر. وبعدين اروح احسب الاتش سمول اللي هو اول ارتفاع للتراس، اول ارتفاع لاول باكيه في التراس، وعباره عن الاتش اللي في النص نقطه اختلاف الميول تطرح منها الايه البيع على الاثنين مضروبه في الايه يا باشمهندس، مضروبه في السلوب. عايز اجيب بقى الاتش سمول، دي هي عباره عن الاتش اللي في النص اللي عند الايبكس اللي في النص ده، هطرح منها الحته الصغيره دي اللي هي عباره عن نتيجه المثلث ده. اللي هو ايه المثلث ده يا باشمهندس؟ اللي هو جاي بميل 1 ل 15، يبقى 1 على 15 مضروبه في المسافه دي قد ايه يا باشمهندس؟ دي كلها 28، يبقى الحته دي كده كام؟ 14. يبقى 1 على 15 في 14 اهي، يبقى 2 و3 ناقص 14 في 1 على 15 طلع بواحد 37، فعلا كان اكبر من 1.25. اقول تمام. بعد كده واحنا شغالين سبيشال لاي اوت هفترض على طول ان الاتش دي، ان الاتش هي عرض البانل قد البانل بالظبط، انما واحنا شغالين دلوقتي عندك شيت وبتاع لا عادي احسبها، انما واحنا شغالين في امتحانات او امثله تبقى الاتش سمول هي قد الاي، قد الاي اللي هي ب 2 متر ولا حاجه. المهم تعال نشتغل. اول حاجة هحسب الاي بقى، الاي هفرضها ب 2 متر، وبعد كده هقول ان انا عندي نمبر اوف بانل هي ال 28 على الاتنين، يبقى عندي 14 باكية. عندي ايه؟ 14 باكية. الراجل راح وعمل تشيك واتأكد ان الاتش دي والاتش دي تمام مطابقة للمواصفات، وان هي من 30 ل 60، وان شاء الله تطلع من 30 ل 60 مفيش مشاكل. فرض السبيسنج بتاعه بخمسة، اصل الطويل بتاعه كان 50، ففرض السبيسنج بخمسة، فبقى عنده كام مسافة يا باشمهندس؟ فبقى عنده 10 مسافات، 10 في 5 ب 50. فرض العمود بتاعه اي بي اي 600، فرض البرلين بتاعته يو بي ان 160، وقال لك ال 160 دي هي تشتغل كسايد جيرت للسايد فيو، وتشتغل كاند جيرت للايه الاند جيبر. تعال نشوف الكلام ده بالتفصيل. اول حاجه ادي يا باشا الايه، ادي يا باشا البلان بتاعه، البلان بتاعه اهو، هو عباره عن الارض دي 24 في كام؟ في 50. قام حط مين سيستم، هو عباره عن ادي اي بي اي 500. يعني ايه اي بي اي 500؟ يعني الطول اللي في النص ده 500 مللي، يعني ترسم كام؟ لو انت بسكيل واحد لمية، يعني اللي انت بترسمه هو هو البعد، فتبقى بالمتر، يبقى دي نص ايه؟ نص سنتي، نص سنتي كده يا باشمهندس، تمام؟ وده نص سنتي، الاي نص سنتي، طب ده حط اي نص سنتي وتوصل بينهم بخطين، وهو ده اللي ايه يا باشمهندس؟ ده المين سيستم. وترصه، رصيته كام انت يا باشمهندس؟ رصيته لكام؟ ل 10 حتت، لا رصيته 10 ايه؟ 10 10 سبيسي، 10 10 10 نمبر اوف سبيسي. المسافة كل واحدة كام؟ ايه خمسة. يبقى 10 في 5 بكام؟ ب 50. طيب هنا انا عندي خطين في النص اللي هي نقطه اختلاف الميول، ايه الخطين دول؟ 2 برلين يا باشمهندس، 2 برلين يبانوا لك كده اهم، اهم بشايف الاتنين برلين اللي في النص اهم. وبعدين كل المسافه بين كل برلين والتانيه احنا قلنا كام؟ احنا قلنا اخترنا الباكيات بتاعت 14 باكيه، 7 على اليمين و7 على الشمال. ابدا احط خطوط. طب هي كل ايه؟ كل 2 متر، يبقى كل 2 سنتي لو انا شغال بسكيل 1 ل 100 اشد ايه يا باشمهندس؟ اشد خط. امتى يا باشمهندس اشد الخط من الاول للاخر واقطع بين المين سيستم، وامتى اقف كده؟ شايف المين سيستم هو اللي قاطع الايه البرلين. خلي بالك انا انشائي، انا مدني، انا واقف تحته وببص فوق، المدني دايما واقف تحته بيبص لفوق، فلو انت بس واقف تحته وبتبص لفوق هتشوف المين سيستم قاطع الايه يا باشمهندس، قاطع البرلين. هتلاقي ان المين سيستم بتاعك يا باشمهندس عامل ايه يا باشمهندس في البرلين؟ قاطع البرلين. يبقى انت دلوقتي رسمت ادي باكيه 2 3 4 5 6 7، والناحيه الثانيه برضو رسمت الايه البيرلينز بتاعتك على حسب عدد الباكيات اللي انت فرضته ب 2 متر، يبقى 14، 14 مسافه في 2 بكام؟ ب 28. يبقى انت كده حطيت الايه المين سيستم. اول حاجه حط بريسنج في الاول وحط بريسنج في الاخر، واتاكد ان الزاويه بتاعت البريسنج ما تقلش على 30 وما تزيدش على 60، او بعد كده احط بريسنج في الاخر اهو واشوف المسافه دي. انا عندي باكيه 2 3 4، 4 في 5 بكام؟ ب 20. قمت انا حاطط واحد، تمام. طب هنا في كام باكيه؟ 1 2 3، 3 في 5 بكام؟ ب 15. يبقى هي سيف، يبقى انا خلاص محتاج بس واحد بس في النص، ما تحطليش اتنين، ما تعملش حاجه ويست، فاهم؟ لا لما تيجي تشتغل تشتغل ايه على القد. طيب انا حطيت من بره كده اهو فيرتيكال بريسنج، ومن بره هنا فيرتيكال بريسنج، ومن بره هنا فيرتيكال فيرتيكال بريسنج، واكتب الداتا ده البرلين يو بي ان 160، اي بي اي 600، مش عارف الزاويه بكام، ده هوريزونتال بريسنج، ده فيرتيكال بريسنج، كلام من ده. اخر حاجه باقيه لي هي اعمده الاند جيبل، اعمده الايه الاند جيبل، والايه وادي ادي اللونج بريسنج وادي اللونج بريسنج. طبعا اعمده الاند جيبل انت مش هتعرف تحطها دلوقتي، امال احطها امتى؟ احطها لما ارسم الاند جيبل واعرف انا احطها فين، لما ارسم الاند جيبل اطلع اسقطها في البلان، واوعى تنساها عشان عليها درجه.
طبعا شغال باكسات وشغل نظيف، تاخد احسن درجه يعني وتطلع احلى لوحه. طيب بعد كده على طول اقوم رايح راسم الاليفيجن بتاعي او المين سيستم. انا بحب وانا برسم اكسات، يعني الاكس بي فين؟ اكس بي اهو، ده اكس بي، انا رايح ارسم اكس بي، بقطع في اكس بي وارسم على الاكس. مفيش حاجه اسمها سيكشن، مفيش حاجه اسمها بص ما تبصش، لا اقطع ارسم على الاكس، الاكس اللي انت ماشي فيه ارسمه. ادي اهو مين سيستم بتاعي ان ترس اهو، ان ترس اهو. الكلير هايت بتاعي زي ما هو قال لك ب 8 متر، يبقى الارتفاع ده ب 8 متر يا باشمهندس. تمام، ادي خطين بتوع العمود، بعدين ادي خط افقي عند الكلير هايت، بعدين طلعت المسافه الاتش بتاعتي، وفي النص قمت طالع المسافه الاتش كابيتال بتاعتي، وصلت بينهم بخط، وصلت بينهم بخط، قمت مقسم المسافه دي سبع مسافات، ودي سبع مسافات، قمت عامل ان تراس بتاعي، قمت عامل ان تراس بتاعي في الاتجاه التاني، وبعدين حطيت حته صغيره بيرلين كده اهو بايدي كده، حوالي ايه 2 مللي كده اهو بيرلين، قمت شايط خط كده مايل بايه بجرجوري مطر، ومن هنا عملت كابنج الحته عشان ايه ما بين الايه ما بين الشيت ده والشيت ده، ده اسمه كوريجيتد شيت نص مللي. اشاور على البيرلين اقول يو بي ان 160، وده الكابنج، وادي الخط المنقط اللي فوق ده الهوريزونتال بريسنج، الخط الفيرتيكال ده ده الايه الفيرتيكال بريسنج، وكل 8 متر احط الايه احط الايه اللونج بريسنج براحتي، افرده عادي براحتي، بس تكون المسافه بينهم ما تعديش 8 متر، يبقى المسافه دي 8 متر، المسافه دي 6 متر، المسافه دي عادي 4 متر، مفيش مشاكل. احط خط الدايمنشنز بتاعي، هو عباره عن 14 باكيه مضروبه في 2 يبقى 28. ايه يا عم بقى القصه اللي على اليمين دي؟ تعالى نحكي فيها. مش انت في الجنب هتبني حيطه؟ اه هبني حيطه. مش ده اي بي اي نايم كده اهو، اي بي اي اهو كده عامل كده، عامل كده اي كده اهو، عامل كده نايم في الاتجاه ده. اه عرضه كام؟ 50. طب الحيطه اللي هتبنيها على كام؟ على طوبه. عرضها كام؟ 25، 25 سنتي. يبقى انا هاجي هبني الحيطه بتاعتي، ما ده جنب المصنع، ده السايد فيو بتاع المصنع، الجنب بتاع المصنع. لا انت مش فاهم حاجه. الجنب ده، شايف الجنب ده؟ ما انا رسمت ده، ما ده اللي انا رسمته، مش انا قطعت في الاكس؟ هنا في طوب وازاز هنا في جنب المصنع. تعال نرسمه ونبينه هنا يبان ازاي. يبان لك شويه طوب كده اهو، تمام. ارتفاع المباني من 3 ل 5 متر، ارتفاع المباني يا باشمهندس من 3 ل 5 متر. بعدين اقوم حاطط ايه يو بي ان شانل، بسميها سايد جيرت، سايد في الجنب سايد جيرت، وبعدين احط شويه ازاز، ازاز بقى للتهويه يتفتح ولا يتعمل ولا بتاع، ازاز للتهويه ارتفاعه من 1 ل 1.5 متر. طبعا الكلام اللي احنا بنشتغل عليه ده اللي هو الايه الثابت، ازازه التهويه من 1 ل 1.5 متر، تمام، ويتبان خط منقط كده الازاز. وبعدين كل 2 متر بقى احط ايه صاج، كل 2 متر احط صاج، يعني لا ده انا هحط خط صاج كامل، بعدين احط برلين تقسم المسافه اللي شايله الصاج دي كل ايه 2 متر، كل 2 متر. طب ايه يا عم اللي في الجنب ده؟ دي المناسيب بتاعته، مش احنا قلنا ده اول حاجه الصفر، بعدين من 3 ل 5 متر اهو حط 4 متر طوب، بعدين 1.5 متر بقت 5.5 ازاز، بعدين حط برلين تانية عشان تشيل الصاج اللي هو حاطه لغاية الآخر ده على ارتفاع بص كام 2 متر، بعدين زي ما جت بقى زي ما تيجي معاه، مش أصل دي خلي بالك كانت 1.37، فإيه فزي ما جت معاه قام حط الإيه؟ قام حط الارتفاع ده، وفي الآخر خالص حط الارتفاع بتاع الإيه؟ النقطة اللي في الآخر اللي هي بتاعت الإيبكس دي، دي المناسيب. اللي أنت عملته على اليمين ده هتعمله يا باشمهندس على إيه؟ على الشمال، ما تنساش الخط بتاع الميل بتاع الواحد لكام؟ ل 15. الكلام ده هعيده تاني في اكزامبل تاني لوحده على الكاد نضيف خالص، بس على الحاجه السب ديفايدد. طب نروح نرسم الاند جيبل، شايف يا باشمهندس نفس الرسمه دي، انقلها تاني تحت، بس مش مهم تحط لي الايه الطوب والازاز والصاج، انقلها تاني تحت، تمام. طيب ده البوابه بتاعت المصنع، ايه البوابه يا باشمهندس؟ نفس اللي اوت بتاعه، بس شايف كل لونج بريسنج انت حطيته حط تحتيه ايه؟ عمود اند جيبل. كل لونج بريسنج انت حطيته حط تحتيه ايه؟ عمود اند جيبل، عمود اهو. بقيت عندي ادي عمود التاني التالت الرابع فوق كل ايه لونج بريسنج، وريحت دماغي. المسافه بين اللونج العمود الاند جابل والتاني لا تتعدى 8 متر، تمام. شفت يا باشمهندس انت مش حطيت لي هنا طوب على ارتفاع من 3 ل 5 متر؟ اه برضو اعمل لي خط افق كده يا باشمهندس، وده اسمه الاند جيرت، ما ده يو بي ان برضو، ما ده ايه يا باشمهندس يو بي ان. يبقى انا عندي 3 يو بي ان، واحده بيرلين فوق، واحده على اليمين اسمها سايد جيرت، وواحده في وش المصنع اسمها ايه؟ اسمها يا باشمهندس اند جيرت. يبقى ده طوب، وبعدين فوقيها ازاز، بعدين صاج، تمام. يلا مناسيبك دنيتك حطيتها. عايز تعمل بوابه في النص، اعمل بوابه بالحجم اللي انت عايزه، ده ازاز طبعا لا يفضل ان المنظر ده يكون موجود، بس طبعا الازاز ده يقعد نتيجه الخبط وبتاع ممكن يتكسر، فعلينا بنعملها صاج ساعد براحتك، انا مفيش مشكله احنا بنتعلم. ده كده اسمه الايه يا باشمهندس؟ ده الاند جيبل، وانت كده رسمت القطاع اللي هو كي،
رسمنا القطاع كي او ايه اللي هو في الاول خالص، او ايه اللي هو في الاول خالص. طيب نروح لاخر قطاعين، يبقى اول حاجه رسمت البلان بتاعي، ارجع بقى اسقط، مش احنا حطينا هنا الاند جيبل بتاعي، ارجع اسقط عندنا الاند جيبل ادي اي 2 3 4، واحط ما بينها ادي لونج بريسنج لونج بريسنج لونج بريسنج لونج بريسنج، وادي لونج وادي لونج وادي لونج وادي لونج. طب اللونج بريسنج ده يبان ازاي؟ ما هو انا ممكن اخد اكس 5، شايف اكس 5 ده يا باشمهندس؟ ما تيجي ترسم لي اكس 5، هو هيكون في ايه؟ هيكون في اللونج بريسنج اللي انا رسمته لك في ال 3 دي قبل كده لو تفتكر، اهو ده، ده شايف ده؟ انا عايز اشوفه لوحده، اشوفه لوحده ازاي؟ اهو اكس كام؟ اكس 5 يا باشمهندس، هو عباره عن لونج بريسنج بعدين ثلاث حتت فاضيين بعدين لونج بريسنج بعدين اربع حتت فاضيين بعدين لونج بريسنج، يبقى هو عباره عن ايه؟ لونج بريسنج بعدين ثلاث حتت فاضيين بعدين لونج بريسنج بعدين اربع حتت فاضيين بعدين لونج بريسنج. طيب الفي دي هي اللي ما بين الباكيتين اللي فيهم هوريزونتال وفيرتيكال بريسنج، طيب ايه المنقط اللي فوق ده؟ هو ده يا باشمهندس الهوريزونتال بريسنج، المنقط اللي فوق ده هو الهوريزونتال بريسنج. طب الارتفاع ده انا جبته منين؟ ده ارتفاع الباكيه دي، ما هو ده انا خدت ده، شايف الارتفاع ده؟ هو ارتفاع دي. طب لو انت عايز ترسم الاكس ده يبقى تاخد الارتفاع دي، طب لو انت عندك واحد في النص يبقى تاخد الارتفاع، لو انت عندك في النص، طبعا ما عنديش في النص اختار واحد فيهم وارسمه. يبقى ادي بلان الايه اللونج بريسنج، ونفس البعد بتاعه هو البعد بتاع الايه السايد فيو، هو 10 في كام؟ في 5 ب 50، بحيث ان المسافه دي يا باشمهندس المسافه دي المسافه اللي ما بينهم دي هي المسافه بين كل ايه من سيستم وتاني. طيب ايه اللي تحت ده؟ ده السايد فيو، هروح بقى يا باشمهندس ابص على الجنب ده كله، هاخد الجنب ده كله وابص عليه، بص على الجنب ده ازاي؟ يبقى هو في اي عندي بريسنج الفيرتيكال بريسنج هشوفه بقى بوشه، طيب الفيرتيكال بريسنج المنقط ده اشوفه بوشه والمنقط ده اشوفه بوشه، طب اللي باين فوق ده الهورزونتال بريسنج اشوفه ايه؟ اشوفه منقط يا باشمهندس. طب تعالى ننزل نبص على الكلام ده نشوف ايه بعرف ايه. طيب اهو ده السايد فيو، اول حاجه يا باشمهندس ادي المسافات اهي، ادي 5 5 5 5 10 10 في 5 ب 50. طيب بعدين حطيت الاند جيرس، طب هي المسافات اللي انا بحط عليها الخطوط الافقيه دي انهي؟ ما هي دي يا باشمهندس، ما هي الخطوط الافقيه هي البيرلينز دي، هي دي هي اللي باينه في الكروس سكشن، هنبص عليها من الجنب نشوفها بطولها بقى، نشوفها على ارتفاع كام؟ 4 5 ونص 7 ونص، يبقى انت هتلاقي نفس الدايمنشنز، يبقى انت هتلاقي 4 5 ونص 7 ونص 9 37. طب هو السايد فيو يا باشا بيبان منين؟ هل بيبان لغايه فوق من هنا يعني ولا ايه؟ لا انت واقف جوه يا باشمهندس وبتبص لبره دايما، انت واقف جوه وبتبص لبره، يبقى انا اشوف لغايه هنا، يبقى لغايه كام؟ 9 37، يبقى انا شايف الجنب ده كام؟ لغايه 9 37، يبقى هو عباره عن ادي اند جيرت شايله الايه يا باشمهندس؟ شايله ساند عليها الايه؟ الطوب من تحت، بعدين شايله من واحد لواحد ونص متر ايه؟ شويه ازاز، بعدين عندنا 2 متر صاج، بعدين زي ما تيجي، ليه زي ما تيجي؟ لان مش شرط القفله دي تكون 2 متر، اهي القفله دي ما جاتش 2 متر اهي، 7 ونص ما قفلتش على 2 متر، الارتفاع ده ما كانش كام؟ ما كانش 2 ما كانش واصل لغايه كام؟ لغايه 9 وايه؟ ونص، كان واصل 9 37، يبقى ايه؟ لغايه 9 37 اهي، عادي يعني حاجه بسيطه لما تمشي ايدك، انت مش فاهم دلوقتي هتلاقي الموضوع بسيط في ايدك لما تمشي. طب ايه الباكات اللي في النص ده؟ طوب ازاز وساق، طوب ازاز وساق، طوب ازاز وساق. طيب ايه دول بقى؟ دول الايه؟ الفيرتيكال بريسنج، لان هو معلم لك قال لك ان ده فيرتيكال بريسنج يا باشمهندس. طيب ايه اللي فوق ده؟ ده اسمه الهوريزونتال بريسنج، يبقى لي ايه؟ منقط. طب انا هشوف اللونج بريسنج هتشوفه ازاي؟ ده سايد فيو ملوش لازم، مش هتشوفه. اللونج بريسنج بتشوفه في نص المصنع فوق، انما ده سايد فيو ده الجنب. تمام، دايما حطيت الدايمنشنز لو حطيت المناسيب على اليمين تحطها فين؟ على الشمال. يبقى انا عندي كام مسقط؟ يبقى انا عندي اهم حاجه هو اللي اوت كله عباره عن ايه؟ بلان وشويه مساقط تانيه، ادي بلان، ادي اليفيجن، ادي اند جيبل، ادي سايد فيو، وادي سيكشن في اللونج بريسنج، واختار الاكس اللي انت عايز ترسمه عشان الارتفاع ده، الارتفاع ده متغير من كل لونج بريسنج لايه للتاني، يعني ده هو هو ده وده هو هو ده، بس ده مختلف عن ده، فاهمني؟ بس ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدأ نشتغل مع بعض بقى ايه جنرال لاي اوت على حاجة السبان بتاعها كبير يخلينا نشتغل حاجة ايه سب ديفايدد، وهنعمل اللوحة دي مع بعض، هنعمل اللوحة دي مع بعض. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.